التفاصيل. كان معتبر حضرتك من العيلة وكان متبنيك طبعا. بدأت معاه وعن حضرتك عندك 15 سنة وهو كان بيهتم بكل التفاصيل، واكيد كان بيهتم بفكرة الولاء. أيوه. انا ده ولاء لي اولا. ايوه. في اجواء بقى حفلات الربيع كان عبد الحليم وفريد، وحضرتك اشتغلت مع فريد، هو عمل ايه يعني؟ استقبل ده ازاي؟ قال لك ايه؟ لا انا ما اشتغلتش مع فريد في حفلات شم النسيم؟ لا اشتغلت بس ما كانش يكون عبد الحليم. مع عبد الحليم. عبد الحليم هو ليه نمره واحد، ما فيش كلام. لا بعد كده ما اشتغلت مع فريد. حاجه بقى الحكايه دي حصلت لما طلبوني مع ام كلثوم، وانا كان الفرقه رافضين اظهر على المسرح. قالوا ده عايل ازاي يطلع معانا على المسرح؟ هو عايزني على الحفلات معاه. فلما عملت معاه ابي فوق الشجر، عملت اول اغنيه، قام قال لي عقابا ليك هنعمل كل اغاني الفيلم بالاورج. هي كان عايز اغنيه واحده. فطلب بعد كده عايزني اطلع معاه في الحفل، فقالوا له لا لا يمكن، ده عيل صغير. الفرقه المسيه مش عايزين حد صغير يبقى واقف. لا وازاي يطلع عيل صغير في الفرقه؟ مش ممكن. مع ان عبد الحليم عايزك. هو اللي اصر. اصر لكن هم رفضوا. فاكتفيت ان انا بسجل بدون ظهور لحد ما بعد 3 سنين سنة 70 طلبوني اشتغل مع ام كلثوم. وهتظهر على مسرح رياض السنباطي. ورياض السنباطي هو اللي اقنع سيدة ام كلثوم ان حضرتك تقف على المسرح. قبلها بحصر انه ايه حليم، قلت له استاذ حليم انت عارف ان ام كلثوم طالبني اعزف معه؟ قال لي والله؟ قلت له والله. قال لي طب ده حاجه لطيفه جدا. قلت له يعني اروح؟ قال لي اما انت مجرم قوي يعني، انت لو هو انا قلت لك ما تروحش مش هتروح؟ قلت له انت من اول انا اشتغلت معاك وانت قلت لي انا انك مسؤول عني. فانا لا يمكن اقسم بالله ما اروحش لو انت قلت لي ما اروحش. فراح قعد يبوس فيا وقال لي ولد انت انا كنت بحبك قوي بس حبيتك اكتر. انا احب الولاء واحب الاخلاص جدا جدا، وعشان كده دايما الولد ده ما شفتش اخلص منه مع الاسره بتاعته يعني لحد دلوقتي. الحاجه زينب حضرتك بتقول انك زرت يعني طبعا هو احنا بنعيش ذكرى عبد الحليم حافظ 41 30 مارس 7 سنه 77 يعني كانت الوفاه. بتزور عبد الحليم حافظ في المقابر لحد سنويه مع العيلة؟ واتمنى ان انا لو اقدر ازوره كل يوم ازوره كل يوم.